السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد، فيديو الاسئله اللي من بدري قلت هعمله وعمال اجل فيه، ولكن جه الوقت بتاعه لاني خلاص كلها كام يوم ان شاء الله ونعمل فيديو البوك ام 3، وفي فيديوهات قويه جدا جايه الايام الجايه باذن الله، فكان لازم نعمل الفيديو ده في اسرع وقت. ولكن قبل ما نبدا في اي حاجه فكرك باللايك، مهم جدا تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تتابع كل جديد. وخلينا كده نقرا بشكل سريع يعني اهم الاسئله اللي خدت لايكات عشان ما ناخدش وقت كبير من هذا الفيديو. فخليني كده نبدا باعلى سؤال واخد لايكس، واخد 10 من واحد اسمه ايفول، يعني هذا الشخص من افضل متابعي القناه، فعلا بشوف له تعليقات بصفه مستمره وانا خلاص حفظت شكل الاسم، الناس اللي بتعلق باستمرار بحفظ شكل الاسم بتاعها. طيب هو بيقول لي الصوره الصراحه صوره فخمه حبيبي، تسلم من ذوقك، انا بس عاوز اسال الحلقه بتاخد منك شغل وقت قد ايه؟ يا ريت تجاوب على السؤال علشان اللي ما بيعملش لايك يحس شويه. يا جدعان حس الراجل جاب 10 لايك وانا كمان يا عم اديتك لايك وعايز تاني. والله حته الحلقه بتاخد وقت قد ايه، عايز اقول لك ان انا حتى هذه اللحظه قبل ما ابدا في تحضير هذه الحلقه يعني كان في حوالي ساعتين تجهيز بقى اضاءه وتجهيز مكان، وخصوصا ان انا غيرت المكان المصور فيه، قلت بقى ايه نعمل مكان مختلف شويه عشان الناس ما تملش، يبقى شويه كده وشويه كده. فالحلقه بتاخد مني يعني اقدر اقول لك كتصوير ومونتاج مثلا في رينج الاربع ساعات تصوير وشغل وتجهيز، بس مش كل الفيديوهات زي بعض، يعني في حلقات بتاخد مني مثلا ساعه، في حلقات بتاخد مني يومين او ثلاثه زي المراجعات، فيديوهات المراجعات بتاخد مني وقت كبير جدا، خصوصا ان انا براجع الجهاز وبجربه مره واثنين وثلاثه، فلازم ياخد وقته، وبصور بيرول وبصور حاجات، فالموضوع بياخد وقت كبير فعلا غير المونتاج غير تحضير السكريبت. انما لو فيديو سريع زي فقره مثلا اثار وبس، او فيديوهات سريعه اخبار سريعه اتكلم عليها، ما بتاخدش وقت، ممكن احط الكاميرا واصور وفي خلال ساعه ونص ساعتين بيكون الفيديو جاهز ومرفوع كمان للمشاهده. انما لو حاجه تقيله زي ما قلت لك بتاخد وقت. طب ده كان اول سؤال. تاني سؤال ملحوظه يا جماعه، انا الفيديو ده فتحت الكومنتس ايوه، ولكن ما قريتش التعليقات، قلت ان انا ايه هقرا التعليقات بشكل مباشر معاكم. طيب عمر محمد 8 لايكس بيقول لي تفتكر مشاكل ريدمي نوت 9 هتتحل قريب عشان موبايل بيسقط فريمات قوي في ببجي والواجهه مش حلوه خالص، ارجو الرد. والله يا عمر يؤسفني ان اقول لك ان المفروض يجي له تحت الساعات تحسن من مستواه، ولكن انا شايف ان المشكله كبيره مع هذا الجهاز بالتحديد، مشاكله كتير جدا، بس المفروض يجي له تحديث يحل المشاكل دي. واحد تاني اسمه مينا جرجس، ازيك يا مينا، بيقول لي كان عندك كام سبسكرايب لما اول شركه بعتت لك موبايلات؟ انا بتابعك بقالي سنين، هو انا بقالي 3 سنين في اليوتيوب، ولكن انت لو خدنا بكلمه سنين يبقى انت من اول ما بدات القناه وانت معايا، اهلا بيك يا مينا. طيب كان عندي كام سبسكرايبر لما اول شركه بعتت لي اجهزه؟ خلونا بس كده ايه يعني ناخد الثقه زياده، واحب اقول لك ان انا دلوقتي عندي 70,000 سبسكرايبر، مفيش ولا شركه بعتت لي، شوف ازاي، والله العظيم ولا الشركه حاسه بيا. بس ده ما يخلينيش ان انا اوقف، لان انا مش هدفي الشركات، انا كل هدفي ان انا افيدك، وفوق ده كله برضو ان انا بحب جدا المجال ده، ومبدئي في الحياه بصفه عامه ان النبي عليه السلام بيقول من الجم علما الجم الله به من نار يوم القيامه، فانا من عادتي ما بحبش ان انا يكون عندي علم في اي مجال واكتمه، لا يا عم انا اي حاجه اقدر افيدك بيها هفيدك حتى لو مش خاصه بالمجال بتاعي. فده كان اجابتي على سؤالك يا مينا. طيب السؤال اللي بعده من عبد الرحمن بيقول لي هل صحيح ان شركه شاومي موبايلاتها فيها مشاكل كتير؟ دي حقيقه فيها مشاكل كتير. عبد الله اشرف بيقول لي ازاي احافظ على بطاريه التليفون؟ والله انا عملت فيديو مخصوص بالموضوع ده، ولكن يعني اقدر الخصه لك في ان انت ما تلعبش عليه وعلى الشاحن، ما تخليهوش يوصل لحد 10 او 8% وتفكر تشحنه، ما تخليهوش يوصل لحد 100% وبعد كده تشيله، فدي يعني ابرز النقاط. خلينا ناخد التعليق اللي بعد كده من عمرو ابراهيم بيقول لي ايه احسن موبايل في حدود 3000 جنيه وايه اللي هينزل في السعر ده اللي معايا يخبط لايك على الماشي؟ والله يا عمرو شفت لك كذا تعليق بتسالني عن نوت 7، النوت 7 جهاز كويس لو عايز تجيبه، ولكن لو تسالني افضل جهاز في 3000 جنيه فاقدر اقول لك ان الريدمي 9 بيتفوق على الاجهزه اللي فاتت 3000 جنيه، الا بقى لو حطيت 300 جنيه وجبت النوت 9 اس. طب خلينا ناخد السؤال اللي بعد كده بيقول من داني بيقول لي تنصحنا اجيب البوكو اكس 3 ولا المي 9 تي بتاع 2019؟ هل هيبقى قديم في السنه حاليا؟ هو حته هيبقى قديم، المعالج اللي فيه كويس، ولكن البوكو اكس 3 متطور اكتر، ذكاء اصطناعي افضل، بحكم ان في فرق سنه ولا سنتين تقريبا بينه وبين المي 9 تي، فانا انصحك بالبوكو اكس 3 هيكون افضل. طب ناخد السؤال اللي بعديه اللي بيقول لي
انا انت مرتبط؟ مرتبط، متزوج الحمد لله. وفي سؤال بعد كده بيقول لي: بعد اذنك عندي مشكله في البوكو اكس 3، البطاريه بتخلص بسرعه على 60 هرتز، بحبك فشخ. طب بحبك فشخ ايه تبع السؤال ولا السؤال ايه ظروفه؟ والله بقى لو بتخلص بسرعه زي ما انت بتقول يبقى انت بتلعب كتير قوي، ممكن تكون بتلعب كتير جدا على الجهاز ما بترحموش، فطبيعي لازم الجهاز البطاريه تخلص بسرعه. انما لو البطاريه بتخلص وانت ما بتلعبش على الجهاز، فشوف التطبيقات اللي انت محملها، ممكن تكون في تطبيقات شغاله في الخلفيه وانت ما تعرفش هي اللي بتستنزف من الطاقه. فانت بص كده، خش على قائمه التطبيقات الموجوده وشوف التطبيقات اللي انت مش عايزها امسحها. طب خلينا ناخد السؤال اللي بعد كده، وبعد كده بقى انا هقول لك بقى ايه يعني كام سؤال جالي على الخاص. بس خلينا ناخد معاك اخر سؤال اللي بيقول لي: انا عاوز اعرف ازاي اعرف تليفوني ريمي 7 اصلي مش مضروب، وشكرا يا احلى برو في اليوتيوب حبيبي. واتكلم كمان عن سكرينا اي جي، نبقى نجيبها ان شاء الله ونعمل لها ريفيو. ولكن عايز اقول لك حاجه، ان مفيش حاجه اسمها ريلمي 7 مضروب واصلي. يعني شركه ريلمي مفيش شركات بتنزل اقول لك الايفون الكلام ده، انما شركه ريلمي لا معظم يعني كل الريلمي 7 اللي في السوق مش مضروب. محمد حسام 29 لايك، ده انا كمان اديك لايك هتم ال 30 يا معلم، ازاي ما جاليش في الاول؟ ده بيقول لي: كان عندك بيقول لي: انت عندك كام سنه وانت منين وشهادتك الدراسيه ايه؟ متابعك من 1000 مشترك. حبيبي يا محمد، انا يا معلم عندي 29 سنه، انا منين؟ من القاهره، عايش في القاهره. شهادتي الدراسيه والله اقدر اقول لك مش هداري عليك، معهد فني صناعي بتقدير امتياز. كان نفسي اخش هندسه، مجموعي جاب 88%، بس ما حصلش نصيب وما دخلتش هندسه. فقلت والله ولا دخل لا تربيه ولا غيره، ايه بقى قفلت معايا، فاودي لان انا بحب مجال اللاسلك والكلام ده كله، فنفسي قفلت لما ما دخلتش هندسه. فدي شهادتي الدراسيه، معهد فني صناعي بتقدير امتياز. اخر سؤال بقى بيقول لي: موبايلك الاساسي ايه وتنصحني اشتري موبايل دلوقتي في فتره 4000 جنيه ولا استنى؟ المشكله ان في ناس كتير قوي بتسالني على موضوع تليفون الرئيسي. احب اقول لك التليفون الرئيسي هو ده، يعني اكيد انت شايفه، يعني الاف 11 برو. ايوه والله ما تستغربش يا صاحبي، انا بشيل اجهزه كتير جدا، بس ما اعرفش الجهاز ده ريحني بطريقه، انا خلاص يعني بقيت متعود على الجهاز، فالجهاز فعلا انا مرتاح جدا معاه. فما اعتقدش ان انا افرط فيه، حتى لو جبت اجهزه تانية هحتفظ بيه، الجهاز جميل جدا ومديني الاداء اللي انا عايزه. اوعى اوعى اوعى. انس النجار بيقول لي: بتاخد كام من اليوتيوب يا سحس؟ اعترف. والله لو اقول لك على الحقيقه، صل على النبي يا جماعه، انا بقبض من اليوتيوب مبالغ ضئيله جدا ما تكفيش ولا تغطي مصاريف التكلفه اللي انا شغال عليها دلوقتي. عاوز اقول لك ان ارباح اليوتيوب مش زي الناس ما هي فاكره، ان انت بتشيل بقى على قلبك قد كده. تاخد ارباح كبيرة جدا لما تتكلم في المليون مشترك، ممكن النص مليون مشترك. انما واحد في حالتي كل ما بجمع المية دولار بروح اسحبهم بقى، والله اتجمعوا في شهر، اتجمعوا في شهرين، اتجمعوا في ثلاثة. يعني انا متهيئ ان انا مفيش، ما شوفش انت حد شفاف وصريح بيقولك على الارقام بكل يعني حقيقة وبكل صراحة وبكل وضوح. انا ممكن مثلا في شهر يجيني 100 دولار، ممكن في شهرين يجيلي ال 100 120، فهي بتبقى متفاوته من شهر لشهر، بالرغم ان اليوتيوب منع انك تتكلم في ارقام وارباح، ولكن ربنا يسترها. انا مش هبخل عليك يا عم انس، وقلت لك قول لي انت بقى بتقبض كام، ماشي؟ انت عايش في الكويت، قول لي بتقبض كام. اخليك تندم انك سالت السؤال ده. واحد بيقول لي: اعمل فيديو عن اللابتوب في حدود 5000 كل يوم، لايك يا جدعان. والله يا حمو محمود، بص اللاب اللي قدامي ده لاب توشيبا، امكانياته كويسه جدا ومشغلني بشكل كويس. طبعا البي سي الرئيسي اهو بتاع المونتاج، ولكن ده بستخدمه جهاز ثانوي، انا حاليا شايف نفسي منه. خلينا برضو ايه نوريك فيديو كده عشان تبقى انت شايف انا شغال ازاي. هو ده حاليا انا شايف نفسي منه، ودي الكاميرا هناك بتصور. وبالمره طالما انتوا هنا بقى يبقى بص بصه على السوفتات الاضاءه، خلينا ناخد الاضاءه دي كمان، يعني حاجات كده اللي هو ايه البي سي الغلبان هناك اهو اللي انا بمنتج عليه فيديوهاتي. فده كده اللاب اللي انا شغال عليه وبستقبل عليه الايميلات والكلام ده كله، عشان موضوع الهاكر اللي القناه كانت تسرق مؤخرا. طب احنا عشان وقت الفيديو ما يطولش، خليني بقى اجاوب على معظم الاسئله اللي الناس بتسالها، زي مثلا: بتحب مين من اليوتيوبر؟ والله اكتر واحد بحبه فعلا في اليوتيوبرز العرب بالتحديد عمر دايزر، انا بحب جدا اتفرج على فيديوهاته. يحيى رضوان ممتاز جدا، عبد الله رخا سام تايم، يوسف لوندي مش قد كده بصراحه عشان اكون دغري معاك، مش هقول لك بكرهه ولكن مش قد كده، الكواليتي بتاعته عاليه جدا بس ما بتابعوش كتير. انا ممكن اشوف يحيى رضوان تصويره ممتاز، عبد الله رخا في فيديو تسلا تحس ان هو اصلا خارج من فيلم اجنبي. الراجل ده يا جدعان، الشاب ده اكيد شركه انتاج هي اللي دايره الموضوع ده، وبيصرف ويستحق اللي هو وصل له دلوقتي.
فانا شايف ان دي كانت معظم الاسئله اللي اتسالت لي الفتره الاخيره. شغال ايه؟ ده سؤال مني انا بقى هقول لك. والله انا شغال في مجال التشطيبات والديكورات والدهانات بصفه عامه، ولكن انا متخصص اكتر في شق الديكورات وتناسق الالوان والحركات دي. بس كده انا شايف ان اكتفي بهذا القدر من الاسئله عشان وقت الفيديو ما يطولش. فلو الفيديو عجبك اللايك مهم جدا، وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تتابع معايا كل جديد. وكالعاده يا شباب نتامل ان شاء الله فيديو جديد هيكون في الغالب بوكو، هيكون في الغالب فيديو البوكو ام 3. نتامل ان شاء الله فيديو جديد. سلام.